النهارده معانا دكتور من امهر واكبر الدكاتره اللي موجودين في عالم طب التجميل، واكيد كل واحد وواحده بيتفرجوا علينا دلوقتي عايزين يسالوا الدكتور عن ايه هي الحاجه اللي تخليهم احلى وايه هي الحاجه اللي تخليهم اجمل. الفيزر هو احدث تقنيه مستخدمه في تفتيت الدهون. الفرق بين شفط الدهون ونحت القوام، في مقوله مشهوره تقول الست بعد الرضاعه الثدي بتاعها بيبقى اجمل وبيبقى مليان اكتر. فرق بين النحت بقى والنحت الفور دي. كل ده واكتر مع ايه هلالي في ايه من الجمال.